السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الروشيتا، معكم باسم حامد الباحث في مجال الأمومة والطفولة والحاصل على الدبلومة التوعوية في مجال صحة الحامل والطفل. وعايزين نقول حاجة مهمة قبل ما نبتدي حلقة النهاردة وقبل ما نبتدي أي حلقة، إن هدف القناة هو تقديم المعلومة ورفع الوعي الصحي لدى المشاهد، وإن أي استشارة يرجى استشارة الطبيب الخاص بحضرتك أو بحضرتك. موضوع حلقة النهاردة وهو سرعة الاستشفاء من الولادة القيصرية. بداية كده، الولادة القيصرية أو العملية القيصرية عايزين تأهيل نفسي عشانها. لو بصينا لنص الكوباية المليان، ويعني إيه نص الكوباية المليان عشان اللي مش عارفين المثل ده، دايما بيبقى مثلا يطلق على الانسان المتفائل انه لو شاف ان كوباية المية نصها مليان بيقول يا سلام كوباية المية نصها مليان. الانسان المتشائم بيبص على نص الكوباية الفاضي يقول لك يا نص الكوباية فاضي. فلو انت نظرتي للاشياء بنظرة المتفائل هتستريحي نفسيا. طب ازاي وانت داخلة العملية القيصرية يكون عندك استعداد نفسي لهذا الأمر؟ الأمر بمنتهى البساطة إن العملية القيصرية سهلة في حد ذاتها. لإيه؟ ليه؟ لأنك حضرتك مش هتحس بأي ألم أثناء العملية، فمفيش أي شعور بالتعب في أثناء العملية القيصرية. أنا بتكلم في أثناء العملية القيصرية، لذلك وأنت رايحة المستشفى ما تحطيش في بالك اي افكار سوداويه او افكار متشائمه عن الالم وعن الشعور بالالم خالص. انت هتخش العمليه، هتنامي ربع ساعه، هتصحي يقولوا لك الف مليون مبروك، لقد شرف ولي العهد. فمفيش اي مشكله من الولاده القيصريه. نيجي بقى نتكلم ازاي نستعد نفسيا قبل، وازاي نحاول ان احنا نسرع من الشفاء من الجرح القيصري. بداية كده، الليلة بتاعة الولادة القيصرية، بتاعة عملية الولادة القيصرية، هنحاول إن احنا ناكل أكلة مش دسمة، ما تبقاش أكلة تقيلة، أكلة خفيفة، وتكون آخر ميعاد لأكلنا قبل العملية يعني بـ 8 ساعات كحد أقصى. ما ناكلش أكل خالص قبل العملية بـ 8 ساعات، خلاص نوقف أكل قبل العملية بـ 8 ساعات، نوقف أكل، وقبل العملية بـ 4 ساعات نوقف شرب مية. ده مهم جدا عشان العملية القيصرية، وأكيد الدكتور اللي بيباشر حضرتك أو الدكتورة هتقول لك هذه التعليمات. طيب نيجي بقى حاجة تانية، قبل العملية لازم تكوني مطمنة إن أنت أزلتي كل الشعر اللي موجود في منطقة العانة أعزك الله أو في منطقة البطن، تكوني أزلتيها برضو عشان ما تتعارضش مع موضوع الجرح. خش بقى العملية، هننام ربع ساعة، هنصحى مش هنحس بأي ألم أثناء العملية زي ما قلنا، هنلاقي البيبي جنبينا. طيب هنهتم بإيه بعد عملية الولادة؟ هتبتدي بقى الآلام تظهر، مفيش مشكلة، كده كده الدكتور بيبقى كاتب لك لستة من الأدوية، وكل حالة غير التانية، هيبقى كاتب لك لستة من الأدوية فيها مضادات حيوية بتحاول إنها تسرع من عملية التئام الجرح وعدم وجود أو حدوث أي التهابات نتيجة الجرح. المضادات الحيوية دي بتتاخد في ميعادها، هتتاخد في الأول في المستشفى عن طريق الوريد، وممكن هتكملي عليها بعد ما تطلعي من المستشفى في البيت عن طريق الأقراص أو الحقن عادي، وهيبقى كاتب لك على كورس من المسكنات، ومفيش أي مشكلة من تناول المسكنات. المسكنات دي ضرورية جدا عشان تخفف لك الألم. الجرح، ازاي تعتني بالجرح بعد الولادة القيصرية؟ الجرح بتاع الولادة القيصرية الدكتور هيكون حاطط عليه بلاستر لزق، اللي هو زي لزق الجروح بس كبير شوية على مقاس الجرح. هذا البلاستر او هذا الضمادة يعني هتكون لفترة من الزمن، يعني في حدود 3 ايام، بعد كده بتتشال، والدكتور بيقول لك ممكن تاخدي شاور وتستحمي عادي. في الفترة اللي قبل كده ممكن تستحمي بس المنطقة دي ما يجيش ناحيتها مية نهائي. ولما تستحمي هيحصل ايه؟ هتحصل ان انت هتهتمي بنظافة هذه المنطقة وتنشفيها كويس جدا. ننشفها بايه بقى؟ ده مهم جدا.
هتروحي رايحة عند الدولاب بتاع جوزك وهتسرقي منه فانيلا قطن، قطن من فانيلاته، أو تيشيرت قطن من تيشيرتات بتاع زوج حضرتك. مش عايزين نستخدم الفوطة بتاعتنا اللي هي محرفشة دي، حتى لو كانت قطن مش عايزين نستخدمها، عايزين حاجة ناعمة شوية وننشف كده، ما ندعكش ولا نفركش في منطقة الجرح نهائي، ده حفاظا على الجرح. مهم جدا ان احنا ناخد بالنا ان منطقة الجرح القيصري لا تلتهب ولا تحمر قوي ولا يحصل فيها ألم شديد ولا يخرج منها سائل، ولو حصل اي حاجة من اللي احنا قلناهم نتصل بالدكتور ونروح له فورا عشان نطمئن ان كل شيء تمام. طيب مهم جدا نعرف حاجة بعد الولادة القيصرية عشان نسرع من موضوع الاستشفاء، ان احنا نحاول نمشي بسرعة، مش نمشي بسرعة يعني نمشي جري، يعني نمشي في اسرع وقت. بعد العملية وانت بعد ما تفوقي من البنج وبمساعدة الممرضة او بمساعدة اقاربك اللي هيكونوا معاكي، تحاولي تتمشي بسرعة. التمشية دي هتخلي الجهاز الهضمي بتاعك يشتغل وهتطلعي ريح، لان بمجرد ما تطلعي ريح هتبتدي تاكلي وتشربي. لكن خد بالك ان احنا في موضوع الاكل والشرب ده احنا هنبقى خايفين حاجة من حاجة مهمة ممكن تحصل تعمل لنا مشكلة بعد الولادة القيصرية، اللي هي الامساك. اول حاجة هتاكليها وتشربيها هنشرب كوباية ينسون او عصير برتقال فريش طازة معصور طازة، مش علبة من علب العصير الجاهزة اللي بتباع في الاكشاك او في السوبر ماركت، لا انا عايز عصير برتقال طازة او كوباية ينسون دافية، دي اول حاجة ناكلها او عفوا نشربها. وبعد كده لو بدأنا الاكل نبدأ ناكل اكل خفيف ويكون فيه الياف شوية، ناكل خضار مسلوق مع قطعة مثلا دجاج، او بس ما ناكلش حاجة فيها دهنيات عالية في بداية الايام بتاعة القيصري، انا مش عايز يحصل لي امساك. ولو حصل لي امساك لازم اسأل الدكتور على بعض الملينات، المهم ان انا ما يجيليش امساك عشان انا مش عايز اعمل مجهود في الحمام يضر الجرح، فده مهم جدا. لذلك تشربي ميه كتير، وكده كده انت لازم تشربي ميه كتير عشان موضوع الرضاع. موضوع الجرح كمان في كريم اسمه كريم سكارو، كريم سكارو ده وفي كريمات كتيره جدا ممكن ترطب منطقه الجرح وتسالي دكتورك عليها، وكمان في سبراي مضاد حيوي بيترش على منطقه الجرح، ومنطقة الجرح دلوقتي أصبحت بتبقى معمولة بشكل جمالي بحيث إنها تصبح كأنها تانية من تانيات الجسم عادي، ومفيش أي مظهر وحش جدا ممكن يكون يضايقك خالص 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 خالص. بعدين فيها مميزات مهمة جدا العملية القيصرية، إنها مش هيحصل أي جرح في منطقة شق العجان ولا الكلام ده كله، أنت سليمة زي الفل من تحت، مفيش أي حاجة هتشوبك، كل الموضوع جرح بسيط. فلذلك دايما استشعري بنص الكوباية المليان، انت في وضع كويس جدا، وكتير جدا بيبقى عندهم سرعة استشفاء وبعد ايام عادي ممكن يمارسوا حياتهم العادية مفيش اي مشكلة. حطي في اعتبارك ان انا في العملية القيصرية، فاكرة لما كنت حامل كنت دايما لما يجيلك دور برد او حاجة تسألي اول حاجة الجنين بتاعي هل في ضرر عليه من دور البرد، فاول ما يقول لك لا مفيش ضرر عليه من دور البرد فتطمني. ففي العمليه دي انت مش هتحسي بالم، ولما بتصحي بتلاقي طفلك جنب منك خلاص انا اطمنت نفسيا ان مفيش، الحمد لله ابني جه بسلامه او بنتي جت بالسلام، فدي حته نفسيه ترفع من معنوياتك ان اي الم بعد كده خلاص انا ممكن ايه احتمل. نيجي بقى لموضوع المسكنات، ازاي تاخدي المسكنات بحيث استفيد بيها. طبعا كده كده الدكتور هيكتب لك على جرعة مسكنات، بس خدوا بالك بقى من التركة اللي هنعملها دلوقتي. حاولي تاخدي المسكن قبل الشعور بالألم مش بعد الشعور بالألم. طبعا هتحسي ببعض الآلام، فيبقى ناخد المسكن اللي الدكتور كاتبه لنا عفوا قبل الشعور بالألم، أو في بداية الشعور بالألم هبتدي أحس بالألم آخد المسكن، ماخدوش بعد الشعور بالالم الايه الحقيقي، لانه هياخد وقت عقبال ما ياخد مفعوله فهحس بفتره الم. ومهم جدا 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 موضوع المشي، امشي بعد العمليه اول ما فوق، امشي في الكوريدور، امشي في المستشفى، امشي في البيت، ما اشيلش حاجه تقيله اكتر من وزن طفلي، مهم جدا
ما تشيليش اي حاجه تقيله اكتر من وزن طفلك، و وانت بتحاولي تقومي من على الكرسي او اي من على السرير لازم تبقي حاطه مخده صغيره كده على بطنك تسندي بيها بطنك عشان تبقي سندها وتخفف من الم الجرح، يبقى تبقي او سنده ايدك كده على بطنك، ده مهم في الايام الاولى. في الايام الاولى ممكن تحس بمغص في منطقه الرحم او منطقه البطن، ده لان الرحم بيرجع مكانه، فدي الموضوع ده ما يقلقكيش خالص، دي مساله ايام وان شاء الله هيروح. طيب احنا كده اتكلمنا عن المسكنات، اتكلمنا عن الجرح، واتكلمنا عن مهم جدا لموضوع التنظيف وان احنا ننشف ونخلي المنطقه جافه، واتكلمنا عن ان هو مهم ان احنا ما يحصلناش امساك. نيجي موضوع الرضاعه والاستعداد للرضاعه، بقى انا هرضع، هيحصل لك حاله نفسيه في بعض السيدات هتقول لك رضعي، حط يلا ابنك على تحت صدرك ورضعي. الام الاول مره، الست اللي لسه والده حالا عمرها ما ولدت في حياتها، هتسمع يقول لك يلا بقى انت مش هترضعي. في بعض من السيدات هيرضعوا على طول، حلو ربنا يكرمه. في بعض السيدات ممكن شويه القلق والخوف، وانا مش عارفه احط الوضع السليم فين، طب احط بقه وافتح بقه واحطه ازاي وهو لسه صغنطوط ومش قادر يمسك. شيء عادي، بقول لك ان ده شيء عادي، ما يقلقكيش هتعرفي ترضعي. خدي بالك، اسمعي كلمتي دي وافتكريها كويس، محدش يلعب في دماغك، هتعرفي ترضعي وهترضعي كويس جدا، وان اللي بيحصل ده في اليوم الاول من عملية اخفاقك في عملية الرضاعة مثلا لو ما عرفتيش ترضعي كويس، ده شيء طبيعي جدا. ممكن استعمل لبن صناعي في حالة ان انا ما عرفتش ارضعه، ممكن بيبقى لبن اسمه حليب الخدج اللي هو الاطفال المبتسرين اللي هم بيبقى نازلين في غير ميعادهم، واي طفل بيتولد قيصري متحدد له طبعا ميعاد قبل ميعاد ال40 اسبوع، فبيبقى مولود قبل ميعاده الطبيعي فبيبقى اسمه خدج او طفل مبتسر، فبيبقى فيه لبن مخصص لهؤلاء الاطفال عادي جدا ان انا ممكن استعمله ومش هيأثر على عملية الرضاعة بتاعتك الطبيعية. ادي نفسك فرصة، انت خارجة من عملية فعندك كذا حاجة داخلة في بعضها، في ألم انت بتحس بيه، في خوفك ان انت ما تعرفيش ترضعي، فكل دي اوهام هتخش في دماغك، خدي بالك هتعرفي ترضعي بإذن الله، هتعرفي ترضعي، هتعرفي ترضعي. الموضوع كله مسألة وقت، في واحدة ممكن ترضع من أول ما طفلها ينزل، في واحدة ممكن تتأخر 3 أيام 4 أيام أسبوع، شيء عادي. أهم حاجة في الموضوع هو إيه؟ الاستمرارية في المحاولة، ودي احفظيها كويس قوي بالله عليكم، يعني اتفرجوا على الفيديو لحد الآخر. أهم حاجة استمر في المحاولة، استمر في المحاولة، استمر في المحاولة، واشربي سوائل كتير جدا جدا جدا، ممكن تاخدي هربانة، وافضلي حاولي في اوضاع الرضاعه، وافضلي حاولي واطلبي المساعده من اللي حواليك ان هم يساعدوك في الرضاعه، ان هم يظبطوا الطفل على صدرك، مش عيب وعادي جدا، وهتعرفي يعني هتعرفي باذن الله لو اصريتي هتبقي زي الفل. في بعض السيدات بيعيشوا مع الوهم وبيخلوا الوهم ينتصر عليهم، وفي الاخر بيلجوا الى الرضاعه الصناعيه ويقول لك انا خلاص كده فقدت الامل وبرضع صناعي. اوعي تبقي زيهم، انت عندك فرصة، وكل الموضوع في الدماغ. هرمون الحليب اللي بيفرز من المخ، المخ هو اللي بيدي الإشارة في إفراز هذا الهرمون اللي بينتج الحليب في الثدي، فلو انت هنا مش مظبوط هنا مش هيبقى مظبوط، فلذلك ده مهم جدا، واعرفي ان كله بيمر بهذه المرحلة وبتعدي وبيبقى كله زي الفل. حاولت اختصر، معلش لو كان في أي معلومة وقعت مني، أنا مش عايز أطول عليكم أكتر من كده، وربنا ييسر لكم كل خير. أهم حاجة التمشية وأخذ المسكنات، إبرة التخدير، أنا عمال أقول يا رب في حاجة نسيتها. إبرة التخدير، إبرة التخدير، في بعض السيدات بيبقى عندهم مشكلة في إبرة التخدير. ايه ابره التخدير؟ ابره بتتاخد في العمود الفقري قبل العمليه عشان نخش على العمليه ما نحسش بحاجه،
سليم؟ سليم. في بعض الأحوال بيحصل إن الشخص الدكتور بتاع التخدير إدى الإبرة دي بعدم احترافية شوية. بمعنى في الوضع العادي لما بنروح ناخد حقنة، في ناس بيقول لك إيدهم حلوة خفيفة، بيدخل الإبرة ويطلعها، لا تطلع نقطة دم ولا يطلع جزء من الدواء، تمام؟ لكن لو طلع جزء من الدواء بنقول عليه يعني ادى الابره كويس، بس ايه ده جزء من الدواء طلع من الجسم من العضله. طيب نفس اللي بيحصل ده في ابره الظهر، لما بيدي ابره التخدير وهو طالع بيحصل ان جزء من النخاع الشوكي بيطلع معاه، فجزء بسيط طبعا، فالجزء البسيط اللي بيطلع ده ممكن يعمل لك عدم اتزان في بعض الحالات، مش في كل الحالات. احنا قلنا ده تتوقف على شطارة الدكتور التخدير، ومهم جدا ان انت تنقي دكتور تخدير شاطر. ففي الحالة دي بيحصل ايه؟ بيحصل ان حضرتك بتتناولي الكافيين، وبيبقى مسموح ليك بتناول الكافيين. اشربي قهوة كتير، حاولي تريحي ظهرك وتريحي وتنامي فلات، يعني راسك مش على مخدة، لا راسك مسطحة، وتشربي كافيين، اشربي قهوة كتير، اشربي نسكافيه كتير، هيخفف عنك الحكاية دي. ولو الألم غير محتمل لفترة ومش عايز يروح، ان هو مسألة وقت مش أكتر، بتتصلي وبتروحي للدكتور عشان يعمل حاجة يعني مضادة للي حصل. يعني طبعا هو أدرى بيها انه بيحصل عملية حقن وكده، يعني ففي حالة ان الألم غير محتمل طبعا. لكن في بعض الحالات بيحصل ان انت عندك عدم اتزان بسبب إبرة التخدير، فدي حلها ان احنا بنشرب كافيين وبنتناول المسكنات اللي مسموح بيها واللي الدكتور قال عليها. وزي ما قلنا كده، المسكن ناخده ازاي؟ ناخده لما نستشعر ايه؟ ان الألم هيبتدي يظهر، مش لما الألم يجي. والشطارة بقى لو عرفنا ناخده ان قبل ما الألم يظهر خالص، يعني ميعاد جرعته مثلا الساعة 2 والألم لسه ما ظهرش، ممكن اخده الساعة 1، فبحيث ان هو يشتغل قبل ما الألم يجي، فما احسش بألم فترة، ويعني فترة الساعات بتاعت المفعول الدواء. وكمان موضوع المشي بأكد عليه، المشي من اكتر الحاجات اللي تسرع عملية الاستشفاء. واحفظيها كده، مفيش امساك، مفيش اي ألم هيحصل ان شاء الله، ومحدش يضحكك كتير عشان الضحك الكتير ممكن برضه يعمل مشكلة مع الجرح. معلش طولت عليكم أطول الفيديو ده، بس طبعا يعني حاولت ألم فيه الدنيا. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.